مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم فراخ هندي مختلفه وسريعه جدا، وبجد بجد طعمها حلو. هعمل لكم فراخ هندي بالسمسم، تعالوا نشوف مقاديرنا. اول حاجه انا عندي 4 صدور فراخ مخليه، انا مقطعاهم يعني تقريبا زي تقطيعه شيش طاووق. عندي كوبايه نشا، 3 بيضات، ملح، فلفل، ربع كوبايه زيت. للصوص عندي 3/4 كوبايه عسل، 3/4 كوبايه صويا صوص، نص كوبايه كاتشب، نص كوباية سكر بني، نص كوباية خل تفاح، معلقة صغيرة زيت سمسم، معلقة صغيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة نشا، وعندي سمسم محمص للوش. زي ما قلت لكم الفراخ دي سهلة وسريعة جدا. أنا حطيت النشا بتاعتي والبيض معاه شوية ملح وفلفل في كيسين، وهنزل الفراخ في الكيس الأول اللي فيه النشا، وبعدين هنزلها بعد كده في الكيس اللي فيه البيض، وبعدين في النشا تاني، وبعدين على النار. هقلبها كويس قوي في النشا، وبعدين هطلعها وانزلها في البيض. وبعدين عايز اتاكد برضو ان البيض واصل في كل حته من الفراخ. هقفل الكيس وارجه كويس. وبعدين هنزله تاني في النشا، وهعمل نفس الموضوع تاني، اتاكد ان النشا وصل لكل حته في الفراخ. وبعدين هحط واقع النار، بس اجيب واحده اصغر شويه، احط فيها الزيت. هنزل فيهم الفراخ اللي انا تبلتها، عايزين بس نتأكد ان كل النشا واصل ليها. وهنزلها على النار، ننزل الفراخ تتحمر الاول في الزيت، وبعد ما تتحمر هنبتدي نزود عليها بقيه المقادير بتاعه الصوص. مش هزود عن كده، نحمر دول وبعدين نكمل بقيه الكميه لو كميه كبيره عشان ما توطيش النار قوي فالفراخ ما تاخدش لون حلو. الفراخ بتاعتي خلاص دخلت التحمير، عايزه اوريكم لونها بقى، لونها ذهبي طبعا، حلو جدا من النشا والبيض. دلوقتي بقى هنبتدي ننزل عليها كل المقادير مع بعض، هننزل الصويا صوص كل حاجه بقى، كاتشب،
خل التفاح، العسل الابيض معلقه كبيره، ومعلقه كمان كبيره سكر بني، والثوم المفروم، وهقلب كل ده كويس جدا مع الفراخ. الصوص ده طبعا هيتقل من النشا، ولو حسينا انه تقيل قوي ممكن نزود له بعد كده ميه في الاخر. هياخد تقريبا من 5 دقايق ل10 دقايق على النار، ممكن نطلع حتى فاصل ونرجع نعمل الحلو على ما الصوص بتاعنا يتقل. خليكم معانا. ورجعناكم من الفاصل، الفراخ بتاعتي خلصت خلاص. تعالوا اخر حاجه نعملها، عايزين نزود لها السمسم، وهنزود لها كمان شويه بقدونس. نقدر كمان نزود لو تحبوا بصل اخضر، بس انا كان عندي كزبره خضراء انا اسفه مش بقدونس. وهنشيلها من على النار ونقدمها. طبعا تبقى حلوه قوي قوي مع رز ابيض او رز بسمتي برضو ابيض. نزلها في طبق التقديم. طبعا الصوص بتاعها تقل ومش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي. تعالوا بقى نعمل بعد كده مع بعض حلو البلح اللي بالقهوه والحبهان. هو حلو ومختلف شويه وجديد، يعتبر من الحاجات القديمه جدا. هنعمل مع بعض بن او هنعمل قهوه عادي جدا. هنزل الميه تغلي، وهنزل عليها على طول البن، معلقتين بن تقريبا كبار، وواحدة قرفة عود قرفة، سكر، وآخر حاجة الحبهان. بس عايزين نضربه شوية. هنزود الحبهان، ولما القهوة بتاعتنا تغلي كويس وتطلع ريحة الحلوة مع الحبهان والقرفة، هنزود عليهم آخر حاجة خالص البلح. نقلبها، اتاكد ان السكر داب والقهوه بتاعتي تقلت. هجيب طبق التقديم اللي انا هحط فيه الحلو بتاعي. انا طبعا جايبه طبق تاني حاطه فيه زبادي، زي ما قلت لكم في المقادير في زبادي، بس احنا مش بنحطه فوق الحلو، احنا بنحطه جنبه ونقدمه جنبها. فأنا دلوقتي هحط في طبق التقديم التاني البلح، البلح طبعا أنا شايلة البذر منه، وبعدين لما القهوة تخلص هننزلها عليه. القهوة بتاعتي غليت، تعالوا بقى ننزلها على وش البلح. طبعا هتطريه وهتديله طعم تحفه. هسيب الحبهان وهسيب كمان القرفه، عشان انا عايزه ريحتهم في الطبق وشكلهم كمان بيدوا شكل حلو. طبق حلو وسريع جدا من هنا والشفا. عملت لكم النهارده الفراخ بالسمسم، وعملت لكم كمان حلو القهوه اللي بالبلح. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.